غرباء في هذا الزمن، غرباء في ليل المحن، غرباء غرباء في هذا الزمن، غرباء غرباء في ليل المحن، غرباء غرباء في كل الدروب، غرباء عن أرض الوطن، غرباء عن أرض الوطن، غرباء عن أرض الوطن، غرباء. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. الحمد لله مبيد الطواغيت والأكاسرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي من سنته إزالة ممالك المتألهين والطغاة، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. عزنا بإسلامنا، وقوتنا بإيماننا، النصير هو الله، وعليه التوكل، ومنه الطلب والمدد. سبحانه سبحانه قوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. سبحانه سبحانه من اعتز بسواه ذل، ومن استغنى بغيره افتقر. سبحانه سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض، والكل في قبضته، الكل في قبضته، الكل في قبضته، مهيمن على خلقه من العرش إلى الفرش، ومهيمن على موجوداته من الذرة إلى المجرة. نسأله جل في علاه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر جنده المؤمنين، ونسأله أن يعلي رايته، وأن يغلب كلمته،
وأن يدحر أعداءه. يا منشئ السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، احزم الأحزاب الجدد. يا من قضيت على هجمات التتار، عليك بتتار عصرنا. يا من شردت فلول الصليبيين، عليك بصليبي وقتنا. لا يهزمن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله شعارنا ودثارنا هويتنا قضيتنا. لا إله إلا الله نسطرها بالدماء، نطلقها بالحناجر. أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله نشيد خلود عزتنا، سيبقى يتردد في الكون صداها، ولن ينقطع على مر الأزمان نداها. لا إله إلا الله قرابينها نحن والمهج. لا إله إلا الله باقية باقية باقية، رغم الطغاة، رغم الظالمين، رغم جموع الكفر، رغم تحشيد الشرك. لا إله إلا الله ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحده. أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي وصرختي وندائي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا.
أيها الأحبة، يا تلاميذ محمد، ويا جند القرآن العظيم، ويا رجال كتائب التوحيد، يؤلمنا كل الألم ما يجري في العراق، وأشد منه إيلاما ما يجري في فلسطين، وأشد منهما إيلاما ما يجري في رحاب أمتنا. إن الذي يجري في العراق هجمة كفر على شعب مسلم أعزل، وهذا من طبيعة الكفر، لأنه يكشر عن أنيابه ويهاجم الفرائس كلما سنحت له فرصة. ومن سنة الله التي أقام الوجود عليها، سنة الصراع بين الحق والباطل، وسنة المدافعة بين الكفر والإيمان. الأمر الذي يجري في العراق والذي يجري في فلسطين ومن وراء العراق وفلسطين يجري في دول وبلدان أغلبكم وللأسف لم يسمع بها ولم يعلم عنها، وهي بلاد إسلامية محضة تتعرض لحملات الإبادة والتطهير، ويقتل من فيها من المسلمين خلال عشرات السنوات، بدءا بشعب الإيغور في تركستان وجرائم الصين الشيوعية التي تمارس عليهم منذ أكثر من 60 سنة، حرب إبادة وتصفية مع تكتيم وتعتيم. وهذا هو هذه هي طبيعة هذا العرق الأحمر، يقتل ويبيد مع التكتيم والتعتيم، إلى مأساة الجمهوريات الإسلامية في أرض القوقاز، أو ما كان يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي. فما زالت مأساة الشيشان مستمرة، وما زالت مأساة أوزبكستان مستمرة، وما زالت جرائم التصفية في طاجكستان مستمرة، وما زالت حملات الاغتيالات في داغستان مستمرة، وما زالت هناك جريمة نكراء تمارس. وأحول أصبعي على الخارطة الحمراء لكي أضعها على مورو في الفلبين ومأساتها التي دامت عقود وما زالت إلى الآن، إلى كشمير وما تفعل الهند بالشعب المسلم الأعزل ما يزيد عن 55 سنة قتل وإبادة وتشريد. وما حدث في البوسنة ليس عنا ببعيد أيها الأحبة، فإنها كانت حرب استنزاف. كانوا يقولون بأن القضية وراءها دوافع ودوافع، ولكن المسألة أيها الأحبة أنها قضية صراع بين الكفر والإيمان، وهي أمر طبيعي. لكن الذي ليس طبيعي ليس هو الصراع، الأمر العجيب الغريب ليس أن يصارعنا الكفر أو أن يهاجمنا أو أن يحاول قتلنا وإبادتنا، إنما الغريب هو أننا رغم كل هذه الجراح وكل هذه الهجمات وكل هذه التصفيات وحملات الإبادة المتلاحقة، لم نعد الدرس بعد، لم نستفق بعد، لم نصحو بعد، لم نرجع إلى الله، لم نوحد أنفسنا، لم نتماسك، لم نقم الإسلام الذي من أجله يحاربوننا، لم نقمه في حياتنا. إنهم يقتلوننا لأننا مسلمون، ونحن ننظر إلى حقيقتنا فنجد أن الإسلام غائب عن حياتنا، غائب بأحكامه، غائب بمضامينه، غائب بأخلاقياته، بعلاقاته، بآثاره التي هي الاعتصام، الوحدة، التلاقي، التماسك، التداعي، القوة، العزة،
الخيرية التمكين. فقدت آثار الإسلام لأن الإسلام أصلا في حياتنا مشوح ومشوش وغائب بثلاث أرباعه، وينتشر في حياتنا إسلام وراثي بيئي شكلي سطحي لا يمكن أن يرد عدوا ذاك العدو الذي يقتلنا من أجل هذا الإسلام. لذلك قلت لكم يؤلمني ما يجري في العراق وأتقطع من داخلي، ويؤلمني ما يجري في فلسطين وإن كبدي منفتقة، ويؤلمني ما وراء العراق وفلسطين من دماء المسلمين المهراقة والأعراض المنتهكة، ولكن يؤلمني أكثر من هذا أن كل هذا لم يعدنا بعد إلى الجادة الصحيحة، لم يرجعنا إلى تلك الأمة الرسالية التي تحمل رايتها واحدة والتي توحد صفوفها جدارا متماسكة، والتي تنسى ما بينها من خلافات ورعونات، وتحاول اللقاء على منهج إنما المؤمنون إخوة. ويؤلمني بأننا لم نقلع بعد عن شهواتنا ملذاتنا، لم نرجع بعد إلى قائدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لكي نتبعه شكلا ومضمونا صورة وسيرة وسريرة قولا وفعلا وحالا وخلقا. إنني أتلفت من حولي أيها الأحباء، فأجد أن أكثر ما يؤلم هو أننا أيها الأحباء لم نستفد من كل هذا، وتتكرر مآسينا وتزداد جراحنا، وتزداد الدول والمناطق والكيانات الإسلامية المنكوبة والمصابة، ونحن أعلى ما نفعل وأكثر ما نقدم ضجيج وعجيج وهياج وانفعال لا يمكن أن يجلب من الله نصرا، ولا يمكن أن يحول علينا نظر الله بالرعاية والعناية والتمكين والحفظ والتأييد. أتدرون لماذا أيها الأحباء؟ لأن لله سننا كونية وأوامر شرعية غلابة، من عاندها لم ينتصر أبدا. سنن الله لا تعاند أيها الأحباء، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وسنن الله هذه لا تجامل أحدا أيها الأحباء، لا تجامل أحدا، لا تحابي أحدا. فلو أبيد ثلاث أرباع من يحسب على الإسلام وليسوا بمسلمين لا يمكن أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى إلا من خلال قناتين اثنتين: الأولى الرجوع إلى أوامر الله وتطبيقها في كليات وجزئيات حياتنا، لأنه يقول المولى سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عن ذكري، عن أوامر الشرعية، عن حلالي وحرامي، عن حدودي. من تجاوز حدودي لا أنصره، من ترك أوامري لا أنصره، من انتهك الحرام لا أنصره، من جاهرني بالعصيان لا أنصره، لا أنصره، لا أنصره. النصر لا يأتي بالأغاني، النصر لا يأتي بالألحان، النصر لا يأتي بالخطابات والهتافات، النصر لن يأتي بالمظاهرات والمسيرات، النصر لن يأتي بالتنديدات والاستنكارات، النصر لن يأتي بالصراخ والبكاء، النصر لن يأتي بالحماس والانفعال. نصر الله إن أردتموه يأتيكم، ولكن من خلال الانضباط بأمر الله سبحانه وتعالى. أن نعود للإسلام أيها السادة، أن نطبق أمر الله في حياتنا، أن نحجب نساءنا، أن نقوم صغارنا، أن نتمسك بكتابنا، أن نعرف سيرة نبينا، أن نقف في المحراب عبادا، وأن نكون دعاة، وأن تظهر منا روائح الأخلاق المحمدية طيبا وعطرا، أن ننسى أحقادنا ونزاعاتنا، أن نتوحد، أن نتعاضد، أن نتساند، أن نسمو فوق جراح الأنا وفوق حظوظ النفس، وأن تمتد الأيدي بالمصافحة، وأن تمتزج الأرواح،
وأن تتعانق الأجساد وأن تتماهى القلوب. نصر الله أيها السادة لا يجامل أحدا، يأتي لمن يستحق، يأتي لمن يستحق، ولا يستحق نصر الله سبحانه وتعالى إلا أمة، أمة عادت إلى ربها تحت مطارق الابتلاء. ما سلط الله علينا أعداءنا إلا بتقصيرنا وذنوبنا وعيوبنا ومعاصينا، ولن يدفع عنا هؤلاء الأعداء إلا بالتوبة الصادقة والإنابة والرجوع إلى الله، وأن نثق الله في هذه التوبة، وفي أن نلتجئ إليه التجاء صادقا واضحا. أيها الأحبة، الآن في هذا الأوان، في هذا الوقت، وطيران العدو فوق رؤوسنا، وصواريخه تهددنا، وبارجاته تقصفنا، وعملاؤه في أرضنا يتآمرون، يحاصرون، يضربون في الخاصرة ومن الخلف، الآن وجيوشه في أرضنا، الآن وهو يتبجح ومن ورائه حلف طويل ممتد من دول كافرة وأخرى تدعي الإسلام أو تدعي العروبة، من أرض العروبة تخون وتغدر وتقدم المساعدات تلو المساعدات. الآن ونحن في هذا الحصار، ونحن في هذا الانكسار، ونحن في هذا الاندحار، الآن ونحن نعاني ما نعاني، نراقب أشلاء إخواننا ودماء صغارنا وجثث نسائنا، ونراقب القصف الوحشي ينزل على العراق وفلسطين في وقت واحد، يدمر ويبيد هنا وهناك ضمن خطة مرسومة للقضاء بعدها على ما العراق وفلسطين، وأنتم منهم. الآن أيها الأحبة، ما عاد ينفع الضجيج ولا العجيج ولا الصراخ ولا الصياح ولا الخطب الرنانة ولا التكبيرات ولا النداءات ولا اللافتات ولا الشكليات، كل هذا نوع من الخداع ونوع من التبرير ونوع من تفريغ الشحنات في غير موضعها. الآن لا يجدينا إلا التوبة إلى الله والعودة إلى الله، وأن نقوم على أمر الله، فلا يمكن أن ينصر الله أمة ما عادت إليه رغم كل تسليط العدو عليها. أيها الأحبة، أيقنوا وصدقوا بأن القضية الآن ليست في حمل رشاش وبندقية، فهذا ندرب عليه النساء فتحسنه، ونحمله الصغار فيتقنون. المسألة الآن ليست في أن تمتلئ الباصات وتذهب إلى أرض العراق، المسألة الآن ليست في هذا الصياح والضجيج وثلاثة أرباعه تمثيل يفقد رصيد الحقيقة. الآن إن كنا حقيقة نريد دحر عدونا وتطهير أرضنا والانتصار، ونريد العزة والتمكين، ونريد أن تصمر الدماء ولا تضيع هباء وهضاء، علينا أن نرجع إلى الله، أن ننطلق من المحاريث، أن ننطلق على جهاد الجهاد المحمدية. علينا الآن أن نحاول ارتباطا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون امتدادا لسلفنا الصالح في حركتهم في مقارعة أعدائهم. فهذا عمر يوصي الجيش قائلا: احترسوا من ذنوبكم، فلذنوب الجيش المسلم أخطر عليه من عدوه، أخطر عليه من عدوه. أيها الأحبة، في كل سنين الماضية، في كل آلامنا السابقة، في كل المحن، في كل ما جرى، في طول مأساة فلسطين وعرضها وما زالت حية أمامنا، نسيت أمام هذا الضجيج، في كل هذا لما لم ننتصر على إخوان الكرام؟ وهم قلة، وهم حفنة، صغارنا إذا بسطوا عليهم أغرقوهم. لماذا مكن لهم في أرضنا؟ لماذا استطاعوا أن يلبسوا خنجرهم المسموم في جسدنا؟ لماذا يقتلون إخواننا منذ عشرات السنين والكل يرى والكل يبصر، ومع ذلك لم يأتي نصر عليهم إلى الآن، وما زالوا موجودين، وما زالوا يستمرون في إبادتهم وقتلهم ووحشيتهم؟ أتعرف
يعرفون لماذا؟ لأنهم جاءونا يحملوا توراتهم ولم نحمل قرآننا في وجههم، لأنهم جاءونا يرددون مزامير ثلودهم ولم نردد البخاري ومسلم، لأنهم جاءونا من أجل النجمة الثلاثية ولم نرفع الهلال، لأنهم جاءونا من أجل هيكلهم ولم نتحرك من أجل الأقصى، لأنهم جاءونا يعتز بهويتهم ونحن نخجل من إسلامنا، لأنهم جاءونا على منطلق عقائدي ونحن وقفنا في وجوههم بمنطلق ليس عقائدي. إنهم ما زالوا يستمرون، ما زالوا يقتلون يذبحون. ما الفرق بين العراق وفلسطين أيها السادة؟ ما الفرق بين العراق وفلسطين؟ وإذا وضعناها على سلم الأولويات ففلسطين أولى بنفرتنا وأولى بنصرتنا. تعلمون لماذا؟ لأن رأس الأفعى هناك، ولأن رأس الأخطبوط هناك، وكل ما يجري في العالم العبادة هي أذرع لهذا الرأس الذي يدير ويحرك. لكننا لم ننتصر عليهم رغم كثرتنا وقلتهم ورغم وفرتنا وضعالتهم، لأننا لسنا مع الله وهم مع ربهم زورا، لأننا لسنا مع ديننا وهم مع دينهم وعقيدتهم، لأننا لم نسلك الطريق الشرعي عبر كناتي سنن الله الكونية والأوامر الشرعية، وهي أمور غلابة لا تعاند ولا يأتي نصر إلا من خلالها. يا سادتي تلفتوا حولكم جيدا، انظروا حولكم جيدا، ستجدون أمرا عجبا أجابا. أوليس في الأمة تدعي الحزن على العراق ومأساة العراق؟ أوليسوا يصرخون وينادون هنا وهنا وكلهم يقول الجهاد الجهاد؟ هل تغير شيء في نظم حياتنا؟ هل تغير شيء في لافتات شوارعنا؟ هل انخفضت مستوى المعاصي؟ هل تغيرت ملامح الخروج على الله في ألف الأزقة والشوارع؟ هل توقف كل هذا؟ سر في شوارعنا وشوارع الأمة جمعاء لكي ترى أننا ما زلنا مصرين على حرب الله ومعصية الله جهارا نهارا، ونريد نصرا. من الذي سيعطينا النصر إن لم يكن ربنا؟ فمن؟ وربنا ما جرت سنته أن ينصر عصاة على كفرة أو عصاة على عصاة. أيها الأحبة، تريدون النصر؟ تريدون النصر؟ أثبتوا لله أنكم جنده، أظهروا لله أنكم كتائبه. تريدون النصر؟ يأتيكم بدعاء صغاركم إن تابت الأسر في البيوت وإن التزمت أمر الله. تريدون النصر؟ يرد عنكم الأحزاب الجدد بالرياح والأعاصير وبقليل جهادنا، ولكن أن يكون في جبهتنا الله، والله لا يكون في جبهتنا إلا إذا كنا في جبهته. إن تنصروا الله ينصركم. كيف تنصروا الله؟ تنصروه على شهواتكم، على رعوناتكم، على تفلتكم، على تفسخكم، على كراهيتكم والبغضاء فيما بينكم، وتلتزم أوامره. حينما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يوصي ذاك الغلام ابن عباس، يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تلفت أيها الحبيب إلى سر قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف نحفظ الله يا أحبة؟ كيف نحفظ الله؟ لا أريد أن أجاملكم في هياجكم، ولا أريد أن أدغدغ مشاعركم وأترككم فريسة جديدة لذئاب كفر جدد تخسرون الدماء وتنتهك الأعراض وتدمر البلدان ولن تصف إذا بقينا على ما نحن عليه. كيف نحفظ الله؟ من نحن حتى نحفظ الله؟ كيف نحفظ الله؟ أو ما تأملت قليلا في هذا الحديث؟ احفظ الله يحفظك،
يحفظك من أعدائك، يحفظك من البلايا والمحن، يحفظك من الظالمين والأشرار، من الكفر والفجار، يحفظك. احفظ الله يحفظ، احفظ الله أي احفظ شريعة الله، احفظ شريعة الله، احفظ أوامر الله ونواهيه، طبق أوامر الله ونواهيه، طبق، التزمها بكامل تفصيلياتها وجزئياتها، وكن مسلما، كن مسلما كما يريد، يكن لك كما تريد ويعطيك ما تريد، ولكن لا يمكن أن نستجلب نصر الله بمخالفته، ولا يمكن أن نستنطر دعم الله بمجاهرته بمعاصينا ومعاصي نسائنا وأبنائنا ومن يعمل عندنا في محلاتنا الصناعية والتجارية. أيها الأحبة، أيها الأحبة، إن الذي يجري في العراق وفلسطين يؤلم، لكن أشد منه ألما ما يجري في حياتنا، ما يجري في حياتنا، عدم انتباه، عدم استيقاظ، عدم استثمار الفرص وتضييعها. لا تضيع الفرصة من جديد أيها الأحبة، لا تضيع. الانفعال سيهدأ بعد وقت، والهياج سنعتاده على أنه روتين يوم، المظاهرات والمسيرات جزء من حياتنا منذ أن ضاعت الأندلس، وإلى الآن ما زادت ولا نقصت في وضع الكفر شيء، وما زحزحته شبرا عن أرضنا. كل ما نحن فيه الآن لن يقدم ولن يؤخر، وسيرسخ الكفر أرضه في العراق ثم يزحف إلينا، إن لم نذهب إليه ونحن جند الله، إن لم نذهب إليه ونحن كتائب الله، إن لم نذهب إليه ووراءنا أسر تحمي ظهورنا عقيدة وإيمانا وأخلاقا والتزاما، إن لم نذهب إليه ووراءنا نساء كالرجال همة وبطولة وتقى، دعاء الواحدة منهم يزلزل أركان الكافرين، إن لم نذهب إليه ونحن أطفالنا معلقين في المساجد معلقين بكتاب الله يعرفون نبيهم ورسولهم، إن لم نذهب إليه ونحن نرتدي حلة الإيمان ونتقلد وسام الطاعة، إن لم نذهب إليه لن يزول الكفر أو يتزحزح، وهو قد جاء ليبقى، لن يزحزحه إلا الله، ولن يقصمه إلا الله، ولن يدمره إلا الله، ولكن بيد جنده وعباده، بيد من يتمسكون بحبال الله ويرتبطون به ارتباطا صحيحا. إنني أنصح لكم كعادتي في المواقف الحرجة، أنصح لكم ولكل الحكومات ولكل الشعوب، نصر الله لا يأتي إلا من قنوات محددة، والكفر لن يهزم إلا بشروط محددة، إن طبقناها أبشروا بنصر الله، وإن خالفناها فكل ضجيجكم وعجيجكم لن يجدي، وسيبقى الكفر وستتكرر المأساة من جديد. فلسطين جديدة، وكشمير جديدة، وبورما جديدة، وبلقان جديدة، وقوقاز جديدة، وتركستان جديدة، إن لم نرجع إلى ربنا سيزداد جرح نألفه نعتاده ندمنه، جرح جديد كما اعتدنا جرح الأندلس يوم ضاعت ثم نسيناها. أيعرف أجيالنا الأندلس؟ أسمعوا بقرطبة والحمراء؟ أم أنهم نسوها ونسوا تاريخهم ومالهم؟ أو كثير من بلدان المسلمين يدري بهم أجيالنا وشبابنا؟ لا لا أيها الأحبة، وللأسف أتلفت حولي فأرى مظاهر الفساد أضاعت البلاد والعباد، وسلطت علينا شرار الخلق، وأجلبت علينا العدو إلى عقر دارنا. ما سألنا أنفسنا أيها السادة، ما سألنا أنفسنا سؤالا واحدا، كيف وصل الأمريكان إلى أرضنا؟ كيف استطاع اليهود البقاء في أرضنا؟ كيف دخلوا إلى عقر دارنا؟ انظروا السبب، أنتم الآن ترون النتيجة، انظروا الأسباب، ما هي الأسباب التي جعلتهم يتسلطون علينا، يحكموننا، يسيطرون علينا، يقتلوننا، يذبحوننا، بينما الأمر الطبيعي من خلال منهج الله كان يجب نحن أن نغزوهم في أرضهم، ويجب أن نكون نحن في البيت الأبيض الآن نغزوه لرفع كلمة الله هناك، ولإنقاذ البشرية من تيهها وضياعها وتخبطها. فلماذا غزينا في عقر دارنا؟
لماذا تسلط العدو علينا وليس فقط في هذه الأرض بل في أراضي المسلمين هنا وهناك على امتداد ساحة الكرة الأرضية. تعالوا نستيقظ أيها السادة، تعالوا نبني أنفسنا، فصبر على البناء يأتي بعده نصر، خير من ضجيج وعجيج مع مخالفة لأمر الله من ورائه انكسار وتراجع وبقاء الكفر في أرضنا. ستذكرون ما أقول لكم، ستذكرون ما أقول لكم، ستذكرون ما أقول لكم قولا واحدا، إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، إلام يكيد بعضكم لبعض وتلقون العداوة والخصام، وهذا الكفر في شرر إليكم يدور بعينه يبغي إمامة، وليس يرى سوى أشتات قوم يرون حياتهم حرب الضوامة. أيها الأحبة، فسدت رسالة العلماء، التدين سطحي وشكلي، ظهر جماعات مذهبية وطرقية وعرقية وطائفية تتوجس ببعضها، تتربص ببعضها، البعض يريد إنهاء الآخر من أجل شهرة وتفرد ومساحات ظهور. انظروا حولكم يا أحبتي، تتعكس القضايا البصيرية والجادة والشغل بالهامشيات والترهات والتفاهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقدنا أخلاقياتنا، فقدنا الفضائل، فقدنا القيم، ضاعت معالم شخصياتنا، وذابت هويتنا، وانقطع انتماؤنا الحق إلى ديننا وإسلامنا وعروبتنا، وصار انتماؤنا غربي ظاهر في الشكل، في الديكورات، في المظاهر. ونريد نصر الله بعد هذا، كيف يأتي نصر الله ونحن نقيم على مخالفته وعصيانه ومواجهة أمره في هذه الأرض؟ أيها الأحبة، إن الله خلق هذا الخلق عن غير احتياج، وابتلاهم ببعضهم ما بين كافر ومؤمن، ومن سنته الصراع ما بين الكفر والإيمان، لكنه أوصى أهل الإيمان إذا قمتم على أمر والتزمتم شروط فلكم الغلبة ولكم النصر ولكم التمكين ولكم التأييد، وإذا ما فقدتم أو خالفتم وكلتكم إلى أنفسكم فسيسحقكم العدو سحقا حتى ترجعوا إليه وتنيبوا. سنة الله نافذة لا يسأل عما يفعل جل في علاه، فالذي علاه نرجع إلى ربنا، نرجع إلى إسلامنا، نتوب إلى الله توبة نصوحة، نحيي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نوجد جيلا جديد من الدعاة والعلماء، نحارب المادية السلبية والسلبية الدينية، نتحرك حركة فاعلة في أن نقول بمظاهر الظلم هذا الظلم، فلا بورك في أمة لا يأخذ الضعيف حقه فيها من القوي غير متعتع، وإذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، أي سقطت من عين الله فما عاد يعبأ بها. ونحن الآن نعاني أبشع ظلم يقع علينا من أعدائنا، نعاني أبشع ظلم يقع علينا من المتربصين بنا، فأين رجوعنا إلى الله؟ أين ارتباطنا بالله؟ أين علاقتنا بالله؟ أين توبتنا؟ أين إنابتنا؟ أين دموعنا خشوعنا؟ أين مظاهر الإسلام في حياتنا؟ أين نواقع الإيمان في أسرنا؟ أين اليقين في قلوبنا؟ أين الوعي الإسلامي في عقولنا؟ أين حركتنا الفاعلة المثمرة على كل محال ومصعد؟ الأمر جلل، والقضية قضية وجود أو لا وجود، إنها العبادة، إنها التصريح، لن ينجينا منها إلا الله، إلا التوبة إلى الله، إلا الرجوع إلى الله. أما أعداؤنا فوالله هم وهم، وهم يا سادة، وهم يا سادة، أعداؤنا لا شيء، أعداؤنا أقسام، أعداؤنا حشرات. يوجد الكفر حينما يغيب الإيمان، يتحرك الباطل حينما يفتقد الحق، قوة العدو من ضعفنا، وحدة العدو من تفككنا، العدو في أرضنا لأننا لسنا في أرضنا، نحن في أرضنا ولكن بأجساد تأكل وتشرب وتعب من الشهوات، ولست في أرضنا حماة لها، ولست في أرضنا جندا لله، ولست في أرضنا عبادا لله وخلفاء له في أرضه، إنما نحن في الأرض، في الأرض عشاق شهوة وأسرى نسوة، ويدخلون في فلك الآن، ولا يوجد عندهم شعور بالمسؤولية إزاء دينهم وعن
عقيدتهم وأرضهم. أعداؤنا وهم، أعداؤنا وهم، لا أمريكا ولا بريطانيا ولا اليهود ولا كل الدول من ورائهم قادرة على أن تدنس ذرة من تراب الأرض. لو كنا نحن جند الله، لو كنا نحن مع الله، لو عرفنا كيف نحمي ديارنا وثمارنا. ولكن دائما تأتي صرختنا وانفعالنا بعد فوات الأوان. كم صرحنا، كم حذرنا، كم أنذرنا، كم أقسمت على هذا المنبر بأن الأعداء قادمون، كم قلت لكم بأننا مهددون، سيأتون يهددون الديار، يقتلون الصغار، ينبعث الأعراض ويسفك الخيرات، تشهد علي أعراض المنبر ومنذ زمان، وأنا أحذر وأنذر وأطلب بالعودة إلى الله ورص الصفوف، ولكن لم يتحرك أحد. ما قبلنا إلا بالإشاعات والإشاعات والتقارير، ما قبلنا إلا بالاتهامات والإسقاطات والباطل المنظم وجماعات ابن سلول المنافقة وجماعات ابن سبع المتسللة تحاسب صرختنا وتسيء لدعوتنا وتتآمر على شيوخنا في زمن الانكسار. كم صرخنا، كم أنذرنا، كم حذرنا، لكن للأسف لم نجد أذناً واعية صاغية، بل هذه الآذان أنصتت في كل ريبضة خسيس قدر ينال من الدعوة الداعي وينال من الصرخة وينال من القضية التي ننادي بها. أو بعد فوات الأوان قد جاء العدو وهانذا أكررها، أعداؤكم قادمون، قادمون إلى هنا، قادمون إلى هذه الأرض. إذا داروا في محيطها فإنما هو للترتيب لها، إذا احتلوا كل الإطار من حولنا فالهدف نحن، نحن. إن بلادكم هي مشروع إسرائيل الكبرى لدى اليهود، إن أرضكم هي الغنيمة التي ينتظرونها يسير عليها لعابهم منذ زمن، سيدبرونكم على حين ذره، سيدخلون دياركم على حين غفلة، لن تجدي معهم مواثيق ولا عهود ولا مفاوضات. يا حكام انتبهوا، يا علماء انتبهوا، يا شعوب انتبهي وانتفضي، ولتتجلجل سماؤنا وارضنا وبرنا وبحرنا. يا خير الله الكريم، نحن عند الله قادمون. يا هؤلاء نحن في خطر، دياركم في خطر، مساجدنا في خطر، كلنا مستهدفون، كلنا مستهدفون. ما ترونه في العراق سترونه هنا، ما ترونه في فلسطين سترونه هنا، ما تعانيتم عنه في كشمير وبورما وطوكستان ستعيشونه، ستعيشونه لحظة بلحظة. الكفر يأكل الثور بعد الآخر، الكفر يجزئنا قطعة بعد أخرى، الكفر ينهينا كيانا بعد آخر، والكفر يحرص على أن نبقى في الضجيج والعجيج والانفعال، ويعد لنا محرقة بعد أخرى، يصفي أحرارنا ثم يجهز على المتفاقمين ويجهز على المتفرجين ويجهز على القاعدين الذين لا يبالون بما يجري. أيها الأحبة، الأمر جلل، الأمر خطير، الأمر خطير، الأمر خطير. كفى يا أمتي، كفى يا أمتي، كفى نفاقا، كفى دجلا، كفى تمثيلا، كفى شكليات، كفى مظاهر جوفاء فلقد اشمعززنا منها. كفى يا أمتي، إن كنت صادقة بطلب النصر فاطلبيه من الذي يملكه، إنه الله، والله لا يعطي نصره إلا لمن يستحق. إن كنت حقا تألمين بمشاهد القتل والدماء فالتزمي، انضبطي، راعي أمر الله في كل قول وحركة، في العبادة والدعوة والجهاد، وقومي على أمر الله كما يريد لا كما تريد الأهواء والانفعالات والحماسات الفارغة. إننا أمام مشروع تصفية، إننا أمام مخطط إبادة، إننا أمام دول للكفر اتحدت علينا وقسمونا في السنتيمتر وتوازعوا خيراتنا وورثونا قبل الموت. أيها السادة،
فهل سنسمح لهم؟ هل سنأذن لهم؟ هل سينظر المخطط من جديد وينتبه بعد فوات الأوان؟ أم سننتفض الآن انتفاضة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، انتفاضة المصالح والتنازل والتماسك بعد التنازل؟ أم أننا سنعود الآن كتاب الله بيد وسنة المصطفى بيد وفي قلبنا مراجل الغضب، نبني ونعد ونهيئ قبل أن يتحرك الغزاة إلى أرضنا كما دخلوا أرض غيرنا؟ أيها الأحبة، سيناريوهات كثيرة ستكشف، معادلات كثيرة ستتغير، وجوهات كاملة للكفر في المنطقة ستفجركم بانعكاس رياحها. إن الذي يجري الآن تمثيلية، صدقوني تمثيلية، استطاع الكفر أن ينتجوها ويخرجوها ويمثلوها. إن الذي يجري الآن ليس هو حقيقة مرادهم، إنما هو لجس نبض الأمة وشؤون فكرها وغسل أبيضتها وتوجيهها وجهة محددة في إنفاذ ما بعدها. إن الأمر جلل، الكلام ليس كلامي، إنه كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن نبيكم وفي صحاح الأحاديث كما في صحيح مسلم وغيره يؤكد أن معارك طاحنة ستدور في أرضنا في شمال حلب وفي الغوطة في دمشق. يؤكد المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأرض ستتعرض لغدر مفاجئ ولمكر مبين على حين مرة دون استعداد، ولم ينهض للمقاومة إلا من كان يبني ويستعد ويهيئ ويعد. وأرض الملاحم والصراعات النهائية ستكون على هذه الأرض المباركة أيها الأحبة. كل هذه معارك جانبية جزئية، أما المعارك الفاصلة ستتم على أرضنا أيها السادة. كونوا حماة الدين، كونوا رجال الأرض، كونوا من يذود عن الديار عن البلدان. أعدوا أنفسكم، أعدوا نساءكم، أعدوا أطفالكم، توبوا إلى الله، توحدوا، تلاقوا، تماسكوا، واحذروا يد ابن سبأ السوداء تفرق صفكم وتغري بعضكم ببعض. احذروا صوت كسلول يهمس هنا ويتكلم هنا وإياكم أن تصيغوا السمع له. إذا سمعتم لسانا يمر بفتنة فاقطعوه، إذا سمعتم أحد يريد أن يرجم بالأمة فحطموا دماغه، حطموا رأسه، اصفعوه، اضربوه بنعالكم، قولوا أمتنا الآن ليست بحاجة إلى مثل هذا، ليست بحاجة إلى مثل هذا الكيد والمكر والخساسة والندالة. أمتنا الآن عليها أن تتوحد، عليها أن تتماسك، عليها. الضائع يصبر على العاصي حتى يتوب، المؤمن يصبر على المسلم حتى يرتقي، المحسن يصبر على المسيء حتى يرتجع. نستوعب بعضنا، نلتمس الأعذار لبعضنا حتى نصبح جبهة لله متماسكة متضامنة. أيها الأحبة، متى ما كنا على أمر الله، ومتى ما رجعنا إلى الله، ومتى ما استوعبنا بعد اللعبة وأبعاد المخطط التآمري، ومتى ما وضحنا طاقاتنا بالشكل الصحيح، وصرفنا دماءنا بالشكل الصحيح، وقمنا بالمواجهة في الوقت والزمان المناسب، متى ما كنا مستعدين لكل هذا، حينها سنسمع الكون بكل جيوش كفره، بكل عتاد الطغاة، سنسمع الكون بكل من فيه وما فيه، سنسمع الكون بحناجر صغارنا، سنسمعهم كوننا نطق الرصاص، فما يباح كلامه وجر القصاص، فما يتاح مقولاه لغة القنابل في البيان فصيحة جعلت لمن في مسمعيه ركام، وروائح البارود خير لوافح جعلت لمن في منخريه سكام. الرشاش إن نطقا معا علت الوجوه وخرت الأصنام. أقول قولي وأستغفر الله. الله رسول
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا رسول الله. قال قولوا للمحجرين والابطال يمين. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي واياكم عواقب الغفله والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي واياكم الى طاعه الله ورسوله والاعتصام بالقران والتحقق بصادق الايمان، فانه جل في عليانه يقول: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. واعلموا ان الله امركم بالصلاه على نبيكم في قرانكم فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابه والال والازواج والقرابه وعن التابعين وتابعيهم باحسان وعنا معهم يا رب. امين امين امين. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بجموع الكفار، عليك بعتاب الاشرار، عليك بمعسكرات الظالمين والفجار. اللهم انهم جاؤونا زحوفا، اللهم جاؤونا زحوفا، يهدمون بيوتك ويقصفون بيوتنا، يغيبون شريعتك ويوقظون اذاننا، يقتلون الصغار والكبار، ينتهك الاعراض وينفر الخيرات، ليس لها من دون الله كاشفه. يا غارة الله، 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 كن للسير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. اللهم انا نعترف بين يديك بذنوبنا ومعاصينا، اللهم نقر بكل الخطايا والآثام، اللهم نرمي أحمال الذنوب على عتباتك، اللهم ننطرح بكل ذنبنا على بابك، اللهم نطلب منك أن تقيلنا من ذنوبنا، نعلن توبتنا بين يديك، نعلن اضطجاعنا إليك، نعلن إنابتنا إليك، نستمطر بهذا نصرك، نطلب بهذا دعمك. يا وعشاك ان تردنا خائبين، وانت الكريم ومن عول على الكرم، انت الجواد الذي لا تبخل، انت الحليم الذي لا يعجل. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا من يغيث المستغيث، ان لم تغثنا من يغيث، تغثنا من يغيث، إن لم تغثنا من يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد، سواك يا رب العباد. إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين، رحمة خير الراحمين مطلقة بلا قياد، فينا صغار مرضعوا، شيوخ ركعوا، وكذا شباب خشعوا، وأنت لكل مراد، وأنت لكل مراد، وأنت لكل مراد. إن كان لا يرجو عطاك إلا المطيع إلى هداك، بمن يلوذ من عصاك، بمن يلوذ من عصاك، بمن يلوذ من عصاك، بمن يلوذ من عصاك، من عصاك، بمن يلوذ من عصاك. وانت لمن قد ضل هاد يا رب، يا رب، يا رب، كم وعدناك واخلفناك،
ظلمناك ونقضناك، كم تبنا إليك وكذبنا يا رب، لكن الأمر جل يا رب، إنها دماء وأعراض وأشياء، إنها حرب الإيمان، فلا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. من لعبادك المستضعفين؟ من لبقايا جندك المخلصين؟ من لأمتنا الحائرة المضطربة؟ من لأنهار الدماء سواك؟ من لجبال جزر الأشلاء سواك؟ يا رب يا رب يا رب يا رب. مهما عصينا ونعتذر انصرنا على القوم الفجر، انصرنا
بصرخاتنا، بدمعاتنا، بآهاتنا، بآهات اليتامى، بصرخات الأيام، بدماء الشهداء، بأليل المصابين، بزفرات المعتقلين، بدماء الشهداء، بدماء الشهداء، بدماء الشهداء، بذرات التراب حزينة تحت وقع أقدامهم. يا رب يا رب اكسر راياتهم، افشل مخططاتهم يا رب. احفظ بلاد المسلمين، احفظ بلاد المسلمين واعراض المسلمين واجيال المسلمين وضرار المسلمين يا رب يا رب. انك اصطفيت بلدنا لحمل الرايه واقمتها مقام القياده، اللهم فاحفظها بحفظك وأعد أبناءها جنودا لدينك، ووحد كلمة حاكمها ومحكومها، واجمع بين قائدها وشعبها، واجعل الجميع تحت ظلال عبوديتك يسقطون ثبات الجبال الراسيات ويعدون إعداد رجال الشمس. حرك ملاعنا يا رب، حرك كتائبنا يا رب، حرك سرايانا يا رب، حرك سرايانا يا رب. أقم علم الجهاد تحت الراية الواحدة، أقم علم الجهاد على خطط النكاية من أعدائه. يا الله يا الله، هذا دعاءنا وعليك الإجابة، هذا دعاءنا وعليك الدعاء. انسوا النزاعات، تصالحوا، التحدوا، وجهوا قلوبكم الى الله ولطالبنا بكم ان شاء الله اليوم بعد صلاه العشاء مباشره لعرض بعض الحقائق والقضايا المتعلقه بهذه المرحله. اراكم يوم بعد صلاه العشاء لانني غدا في طريق سفر وتجوال على بعض المحافظات والبلدان، فاذا لا بد ان تسمعوا ما يجب ان يسمع. ايدكم الله ورعاكم الله. كان القدر ايها الاحبه ان يعتلي منبرنا هذا اليوم خطيب جديد ارسل من قبل مديريه الاوقاف للخطابه في هذا المسجد، ولكنه لامر ما لم ياتي او تاخر بسبب ما، فلربما يعني يكون في الجمعه المقبله من يعتلي غيرنا المنبر. فالامر كله لله الواحد الديان اقم الصلاه.